وللمتابعة ينضم إلينا من مشعر منى طارق الغامدي وكذلك الزميل عبد الله الرويس. البداية معك طارق، بعد الترحيب بك كيف تبدو الأجواء لديك؟ نعم علي، نحن الآن في إحدى مخيمات حجاج بيت الله الحرام، هؤلاء الذين قدموا إلى منى لاستكمال فريضة الحج بإذن الله تعالى خلال الأيام القادمة، ولكن دعني أسلط الضوء على هذا الجانب من خلال إحدى حجاج بيت الله الحرام وهو الأستاذ مرعي القرني. أستاذ مرعي، يعني ودنا تعطينا انطباعك عن يعني ما شاهدته خلال الفترة السابقة. حقيقة كان في تنظيم رائع تمثل في الجهات ذات العلاقة في الوزارات القائمة على الحج، كان تنظيم رائع جدا وسلاسة في التنظيم، حقيقة شيء تشكر عليه الجهات ذات العلاقة في هذا الشيء. وسلامتك. شكرا. شكرا لك علي. كان معنا هذا الحاج، طبعا هذا تأكيدا على ما تقوم به الجهات الأمنية والجهات المعنية في ذات الاختصاص لتذليل وتسهيل كل ما يمكن لحجاج بيت الله الحرام. نحن في إحدى المخيمات شاهدنا جميع الإجراءات، أيضا الجهات الأمنية دقيقة في إجراءاتها وحازمة في أعمالها، وذلك من أجل سلامة وصحة وأيضا انسيابية حج هذا العام بإذن الله تعالى. نعم. وذلك لتسهيل حج هذا العام لحجاج بيت الله الحرام. يعني ماذا عن الجانب الرقابي، الجهات المسؤولة عن رقابة هذه المخيمات، ما هي إجراءاتها في مثل هذه الأجواء؟ نعم علي، في هذه الأجواء الجهات الرقابية تقوم كل جهة بما يخصها، فمثلا وزارة الصحة تعتمد على جانب التباعد الجسدي وأيضا الإجراءات الاحترازية وكل ما يهم في ذلك في هذا الجانب، البلديات تقوم بما يخصها من صحة البيئة وما شابه ذلك، الجهات الأمنية أيضا تقوم كل جهة أمنية فيما يخصها المرور في تنظيم السير، وأيضا الجهات الأمنية في أيضا يعني إجراءات المرور والذهاب بشكل كامل، وذلك في أسلوب تكاملي وتناغم ما بين الجهات كاملة يدل على يعني مكننة هذه الأعمال بشكل احترافي ومتميز. جميل. طارق الغامدي من إحدى الحملات المعنية بتقديم خدماتها لضيوف الرحمن في مشعر منى، شكرا جزيلا لك، ونبقى في منى متابعينا ونتحول إلى الزميل عبد الله الرويس. عبد الله مرحبا بك، ماذا لديك لتقدمه للمشاهد؟ أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين الكرام، أتواجد الآن أنا أمام خلف أحد الغرف التي تستقبل الحجاج لأداء مناسك حجهم. لعلنا نبدأ، أول ما يتم قدوم الحاج يجد مثل هذه العبارة أمام البوابة: تم التعقيم، وهو دليل على تعقيم الغرفة. بعدما يتم فتح الباب كما هو واضح للمشاهد الكريم، نتقدم ها هنا كما هو الصورة واضحة للمشاهد الكريم. نعم. نجد أن كل سرير تم تغطيته لأجل التعقيم. هناك طبعا عدة أدوات يجدها الحاج، هي أولا المظلة، من بعد الكمامات، ثم أيضا يجد هنا بعض آلات التسبيح وأيضا المناديل، أيضا يجد العديد من المعقمات. لا يتم السماح بدخول أي حاج إلى هذا المكان إلا عند طبعا إبراز البطاقة الذكية. للحديث أكثر عن هذه الترتيبات استضيف معي الأستاذ محمد الخطابي، مدير إدارة أحد هذه الأبراج. أهلا بك أستاذ محمد، بداية لو تحدثنا ما هي أبرز الترتيبات التي يتم تقديمها للحاج عند قدومه؟ حياك الله أستاذ عبد الله، وسعيدين بتواجدنا معكم وسعيدين بهذه التغطية التي تظهرون فيها الدور البارز الذي تقوم به شركات حجاج الداخل. بداية كل الشكر والتقدير لجميع الجهات التي تعمل معنا في إنجاح هذا الحج من جميع الوزارات، وخاصة وزارة الحج والعمرة، وكذلك المجلس التنسيقي الذي يرعى كثيرا من هذه الشركات. أخي الحبيب، بداية من تسجيل الحاج وتجمعه في نقاط التجمع نطبق جميع الإجراءات الاحترازية وتباعد الحجاج بما يضمن سلامتهم بإذن الله عز وجل. وكما شاهدت قبل قليل أخي عبد الله وكما ذكرت قليلا، أن هذه الغرف يتم تعقيمها وتجهيزها لاستقبال الحجاج. الحاج حينما يصل إلى البرج لابد أن يكون معه بطاقة ذكية، يتم يعني تسجيل جميع البيانات الخاصة بالحاج من تسكينه وغرفته حتى يصل إلى مكانه بإذن الله سالما. كذلك تم مراعاة تقديم البرامج الثقافية والدعوية باستخدام شاشات ذكية داخل الغرف الخاصة بالحجاج حتى يكون تقديم البرنامج الدعوي والثقافي بعيدا عن التجمعات.
سؤال أخير، الآن كم أعداد الحجاج في الغرف؟ ما هي المعادلة لهذا الأمر؟ فرضت الوزارة أعداد معينة من الأمتار تخص لكل حاجة، فمثل هذه الغرفة باشتراطات الوزارة تطبق 8 حجاج في هذه الغرفة، بحيث يكون هنالك في مسافة متر ونصف بين كل حاج وآخر. شكرا جزيلا. الله يعطيك العافية. شكرا. إذن كما سمعنا وكما شاهدنا هناك اشتراطات معينة لكل حاج في هذه الغرف، أيضا بالإضافة لتطبيق الإجراءات الاحترازية. هذا كل ما لدي، العودة لك في الاستوديو. عبد الله الرويس من مشعري منى، شكرا جزيلا لك، وشكرا موصول كذلك للزميل طارق الغامدي.